السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل يا بنات النهاردة مع بعض البشاميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة، كيلو الحليب بياخد 5 معالق سمنة وزيهم دقيق، فأنا حطيت 5 معالق سمنة وحطيت زيهم 5 معالق دقيق. أول حاجة، علشان البشاميل يطلع معاكي لونه فاتح، يطلع معاكي لونه أبيض، لازم تضربي كويس جدا السمنة مع الدقيق بالمضرب اليدوي، وايديكي شغاله كده الدقيق ينعم معاكي خالص، وكمان كل ما هتضربيه كل ما هتلاقي لونه بيبدأ يفتح معاكي. بصي ايديكي شغاله ما بتفصلش، واول ما تلاقي ان الدقيق بدأ يبقبق معاكي كده وبدأ ريحته تطلع زي ما انت هتشوفي كده دلوقتي، بصي هو بدأ كده يبقبق، بصي لونه طول ما انا بضرب كل ما لونه هيبدأ معايا يفتح. جبت كيلو من الحليب، علشان انا طبعا زي ما قايله لك في اول الفيديو حط 5 معالق سمنه و5 معالق دقيق. نزلت بالحليب، هقلب برضو بالمضرب على طول شغاله كده بايديا ما بتفصلش خالص، هو ده اللي بيخلي برضو القوام معاكي كريمي. ما هي اسمها مكرونه بالكريمه ليه؟ علشان البشاميل بتاعك لازم يبقى مظبوط. اول ما هتلاقي ان البشاميل بدأ كده يتقل معاكي او ايديكي بدأت تتقل كده، بنعمل ايه؟ بنهدي النار خالص وبنسيبه يستوي براحته. علشان الدقيق يستوي والبشاميل بتاعك يبقى طعمه حلو، لازم تسوي الدقيق كويس. اول ما يبدأ كده هيتقل معاكي بتهدي النار، وايديكي برضو شغالة زي ما انت شايفة كده ما بتفصلش، علشان القوام يبقى كريمي واللون يبقى ابيض زي ما انت شفتي كده. طبعا اللون ده علشان احنا ضربنا الاول الدقيق مع السمنة كويس جدا. شايفة القوام عامل ازاي؟ كريمة. طب افرضي هو كلكع معاكي، هتعملي ايه؟ ولا حاجة، عندك هاند بلندر اضربي بيها، او لو عندك الخلاط بتحطي البشاميل في الخلاط وبتضربيه. بس طبعا لو عملت اللي انا قلت لك عليه ده هتطلعي البشاميل بتاعك احلى من ده 100 مرة. بصي هو عامل زي الكريمه بالظبط. اهم حاجه ان انت تضربي الاول البشاميل كويس جدا الدقيق مع السمنه، علشان تاخدي اللون الابيض ده تضربيه كويس جدا الدقيق مع السمنه في الاول خالص. وبعد ما تحطي اللبن ايديكي برضو شغاله ما بتفصلش، بتقلبي مضرب شغال، واول ما هيبدا اللي هو يتقل بتهدي النار علشان الدقيق يستوي، ويبقى البشاميل اللي معاكي كده تحفه زي ما انت شفتي كده. كده الوصفه بتاعتنا خلصت. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.